شباب السودان نادي النقاط مرحبا بكم مرة أخرى في إطار الندوة الصحفية اللي كتعقب المقابلات في إطار الجولة العاشرة من البطولة الاحترافية في القسم الوطني الأول. أهلا وسهلا ومرحبا بكم السيد أمين بن هاشم. كما هو ملاحظ هناك تغيير جذري في تركيبة الفريق، لا من ناحية التدريب ولا الجانب البدني ولا الجانب البيئي كذلك، والصرامة اللي معروف عليكم كانت كتعطي الكوكب ديالها. كيفاش شفتوا المقابلة ديال اليوم السيد؟ اليوم المباراة الصعوبة ديالها كانت في التهيئة ديالها، المباراة كانت صعبة لأنه النادي السامي لعب وجه مغاير في المباراة الأخيرة رجع بيضاوي بطريقة دفاعية غير مرتدة ومشى مرتدات قوية. في المباريات اللي قبل كان دائما تعتمد على الاستحواذ وعلى الهجمات المنظمة، ما عرفناش الطريقة اللي غادي يلعب معنا بها، واش غيحافظ على نفس الطريقة ولا غادي يغير. هذا اللي خلانا في الاستعداد طيله الاسبوع للمباراه نقولوا نتعاملوا مع عده سيناريوهات، ولكن كان الطموح ديالنا انه نسجل لانه النادي السامي اذا سجل الهدف فتبقى من اصعب الفرق انك تقدر تسجل لانه هو المرتدات قويه ممكن انهم يبقوا في السجون. فاشتغلنا على الجانب الدفاعي انهم ما نستقبلوش، الحمد لله هذه المباراه الثانيه حتى ما استقبلناش فيها الهدف. المهاجمين ديالنا كان تركيز في الشوط الاول، حاولنا انهم يسجلوا هجمه منظمه الحمد لله قدرنا نسجلوا هدف الحفاظ عليه. هنا ظهرت شخصيه اخرى للاعبين النادي السامي، وشفنا انه سي بوشعيب مباركي حمى عدد كبير من المهاجمين قدروا يخلقوا لنا ان ديزيكيليبر ديفونسيف من الناحيه الدفاعيه ديالنا، ولكن قدروا اللاعبين المدافعين في وسط الميدان انهم يبقوا مركزين على لي زون ديالهم ويحيوا المرمى. كذلك حارس المرمى اللي كان عنده دور كبير في الكرات العاليه، فتنظن انه اللاعبين بداو تيحسوا او بداو تيشعروا بواحد الطريقه ديال اللعب اللي بغينا نديروها، وهذه هي الحاجه اللي كان الرئيس طلب مني انه نحبها، وهي هويه للفريق، انه الفريق تكون عنده واحد الهويه ديالو خاصه عليه. ماشي كل ماتش يلعبوا بطريقه، ماشي كل موسم يلعبوا بطريقه، فخص النادي نهضه اتليتيك سميمره تكون عنده واحد البصمه في البطوله ويكون معروف بواحد الطريقه ديال اللعب، وهذه هي اللي خلات حتى انه الرئيس يفكر في انتداب مدير تقني السعد رحيم طالب باش هذه الهويه اللي بغينا نعطيو للنادي انه من 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 المراحل السنيه يبداو اللاعبين يستوعبوها، يبداو اللاعبين يخدموا بها، وفي الوقت اللي وصلوا للفريق الاول تيكونوا تيلعبوا نفس الطريقه اللي تيلعب بها الفريق الاول. فتنظن انه اليوم الحمد لله اللاعبين استمروا قاموا بمجهودات كبيره مشكورين عليها، الجماهير ديالنا ساندتنا، فالحمد لله تنظن انه مستقبل مستقبل.